اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله. اللهم لك الحمد أنت قلت وقولك الحق، قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. ونشهد أن لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين، والحمد لله رب العالمين. وصلوات الله وسلامه على إمام المتقين وخاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، وعلى الطاهرات أمهات المؤمنين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد على ما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن، ولك الحمد على ما يسرت من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وسابقنا ودليلنا إليك وإلى رضوانك وجناتك جنات النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويعمل بمحكمه ويتلوه حق تلاوته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن لنا شفيعا، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا. اللهم أسكننا به الظلل، وألبسنا به الحلل، وأسبغ به علينا النعم، وادفع به عنا النقم،
واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، وعند البلاء من الصابرين، وعند النعماء من الشاكرين، ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وبينت برهانه، وقلت يا أعز من قائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما، محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان، فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين، وإلى لذيذ خطابه مستمعين، ولأوامره ونواهيه خاضعين، وعند ختمه من الفائزين، وعند ختمه من الفائزين، وعند ختمه من الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين. اللهم انقلنا بالقرآن العظيم من الشقاء إلى السعادة، ومن الشر إلى الخير، ومن البدعة إلى السنة، ومن أنواع الشرور كلها إلى أنواع الخير كلها، يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم في الآخرة اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، صل على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ولا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وشفع المحسنين منا في المسيئين يا رب العالمين. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وصحة وسلامة وعافية وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى خير هذه الليلة، فتحها، نورها، نصرها، بركتها وهداها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد آمنين وإلى الفردوس الأعلى سابقين.
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود، يا غفور يا ودود. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. يا فرجنا يا فرجنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. إلهنا إلهنا إلهنا، قد حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك، فلا تطردنا عن جنابك فلا تطردنا عن جنابك، فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم اجعلنا ممن ينادى غدا في الآخرة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة الشريفة وفي هذا البلد الحرام وفي ليلة من أرجى ليالي العشر حسن الختام يا ذا الجلال والإكرام. نسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تقبلنا في هذا الموقف المبارك يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا عظيم المن، يا كريم الصفح يا حسن التجاوز، يا من لا يؤاخذ بالجريرة، يا من أظهر الحسن وستر القبيح، يا باسط اليدين بالعطايا، يا من رحمته وسعت كل شيء، يا واسع المغفرة، مددنا أيدينا إليك فلا تحرمنا ولا تخذلنا ولا تسلمنا ولا تطردنا، وتقبل منا أجمعين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعتق رقابنا، أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا وذوي قراباتنا وأرحامنا، ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك، ومن أوصانا واستوصانا أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم أعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في خير وصحة وحياة سعيدة. اللهم إنك تتفضل على عبادك بالنزول إلى سماء الدنيا على ما يليق بجلالك وعظمتك، فتقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه سؤله. اللهم إنا تبنا إليك فاقبل توبتنا، ودعوناك فأجب دعاءنا، وسألناك فأعطنا، واستغفرناك فاغفر لنا. اللهم إنك تتفضل على عبادك بعتق رقابهم من النار في آخر ليلة من رمضان. اللهم فاشملنا بعفوك وغفرانك ورضوانك ورحمتك والعتق من نيرانك والعتق من نيرانك والعتق من نيرانك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك مسألة المساكين، ونبتهل إليك ابتهال الخاضعين، ونرجوك رجاء الخائفين،
نسألك سؤال من خضعت لك رقابهم وذلت لك جباههم ورغمت لك أنوفهم وذرفت لك عيونهم أن تقبلنا يا ذا الجلال والإكرام، من علينا جميعاً بالقبول والتوفيق لخيري الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا خادم الحرمين الشريفين. اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم بارك له في عمره وعمله وحياته، واجعله قرة عين للإسلام والمسلمين، وهب له في طاعتك عمرا مديدا، وعملا فريدا، وقولا سديدا، وفعلا حميدا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي عهده، اللهم وفق ولي عهده، اللهم وفق ولي عهده، وفقه لخيري الدنيا والآخرة، وما فيه الخير للبلاد والعباد، ولما فيه الخير للإسلام والمسلمين. اللهم وفقه فيما يروم من رؤية صائبة ونظرة ثاقبة، فيما فيه الخير في الدنيا والآخرة، وما فيه الصلاح للأوطان والبلاد والمسلمين والعالمين يا رب العالمين. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة، اللهم وفق جميع ولاة المسلمين، ووفق قادة المسلمين إلى تحكيم شرعك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، فاللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين. إلهنا ليس لنا في الوجود إله غيرك فيدعى، وليس لنا رب سواك فيرجى. نسألك يا الله يا الله يا الله يا رب يا رب يا رب ألا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل متقبل مبرور يا عزيز يا غفور. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم واحفظ مقدساتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظه من الصهاينة المعتدين الغاشمين المحتلين المحاربين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكفنا شرورهم، ندرأ بك اللهم في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم وسائر أعداء الدين. اللهم إنا نسألك أن تكفينا شرهم بعزتك وقدرتك يا ذا الجلال والإكرام. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الخالق من المخلوقين يا رب العالمين. اللهم أنجِ المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم أنجِ المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم أنجِ المستضعفين من المسلمين في كل مكان. إلهنا إلى من تكلهم، إلى من تكلهم، نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بنا غضبك أو ينزل علينا سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، وأصلح حال إخواننا في العراق وفي ليبيا، وارزقهم الأمن والاستقرار، وفي اليمن وفي سوريا وأراكان وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح وسائل الإعلام ومواقع التواصل ووسائل التعليم ومناهجه، واجعلها أدوات خير وتوجيه لما فيه جمع الكلمة ووحدة الصفوف
وتحقيق منهج الوسط والاعتدال، إنك أنت الله الكبير المتعال. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم احفظهم من الغلو والتطرف والجفاء والانحلال والمخدرات. يا قاضي الحاجات، يا رفيع الدرجات، يا مكفر السيئات، يا مضاعف الحسنات، أصلح نساء المسلمين، زينهن بالحجاب والعفاف والاحتشام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق إخواننا الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والمحتسبين والمتطوعين والعاملين في خدمة الحرمين الشريفين وفي حفظ صحة المسلمين. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم اكشف عنا كورونا، اللهم اكشف عنا كورونا عن بلادنا وعن بلاد المسلمين وعن العالمين أجمعين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفق رجال أمننا، اللهم وفق رجال أمننا، تقبل شهداءهم، عاف جرحاهم، اشف مرضاهم. اللهم حصن ثغورنا وحدودنا، واكفنا شر أعدائنا بما شئت، وأنت السميع العليم، وأنت السميع العليم. ربنا اكشف عنا شرورهم، ورد عنا كيدهم ومكرهم يا ذا الجلال والإكرام بما شئت، وأنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر وارحم لمؤسسي وموحدي هذه البلاد المباركة، وارحم أبناءه الذين تعاقموا على حكم هذه البلاد، ووفق عبدك سلمان بن عبد العزيز، يا كريم يا عزيز، ويا ديان يا منان، وفق عبدك محمد بن سلمان وسائر من ولي من أمور المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعلهم رحمة، اللهم اجعلهم خيراً وأمناً وسلاماً على البلاد والعباد. اللهم انشر رحمتك وخيرك، اللهم انشر الخير والأمن والسلام على العالمين يا رب العالمين. اللهم أذهب الفقر والمجاعات والجهل والخوف عن المسلمين يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. اللهم هذا الدعاء، اللهم هذا الدعاء، اللهم هذا الدعاء، ومنك الإجابة وهذا الجهد، وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فبادرنا من خيري الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام. نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا دعيت به أجبت، ألا تخرجنا من هذا المكان المبارك ومن هذا الشهر المبارك إلا وقد غفرت ذنوبنا وفرجت همومنا وفككت أسرانا ووفقتنا لما فيه الخير في الدنيا والآخرة، وشفيت مرضانا ورحمت موتانا، وأزلت عن بلادنا الأوبئة والأمراض والأسقام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ العالمين من شرور الإرهاب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلها أمنا وأمانا
وسلامًا على العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا دعاءنا وصيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار، وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.